اهلا بحضراتكم. يا رنا زوجها بيجيب حاجات عهده من الحكومه وبعدين يحطها في البيت، ادوات بقى، مناديل، مش عارف، ادوات نظافه، وهي بتقول هو مصمم، واحنا قلنا لها قبل كده هذا لا يجوز، وهنكرر وهقول لحضرتك يعني ممكن نعمل ايه. لا يجوز الانتفاع بذلك ابدا، لان دم المال العام، حرمه المال العام، لانها بتاعت الشعب، فده خطر كبير، بندخل على نفسنا حرام بشده، نسال الله السلامه. قولي له احنا خايفين من النار، وما نبت منها او من النار هتبقى النار اولى بيه يوم القيامه، وما طبعا لا اعاونه على ذلك. نخلي بالنا، اصر على الامر ده، اذا تقدري توفري من مصروف البيت وتقدري تمن الحاجه دي وتتبرعي بيها لاي صندوق خاص بيه صناديق الدولة عشان تبقي تحللتي من هذا المال، لأن المال ده ملك الشعب، واللي هو بيجيبه في البيت ده كل المصريين دول هيقتصوا منه وياخدوا حقهم يوم القيامة. فالواحد لازم يخلي باله، حرمة المال العام دي شديدة، حتى لو إيه، حتى لو شيء بسيط ما نستهنش بيه. احنا لسه كنا بنقول مثل هذا الكلام قبل الفاصل. فطبعا اللي انت عليه حق، وادعي له بأن ربنا يهدي قلبه، وأن ربنا يغنيه بحلاله عن حرامه، ويغنيه بفضله عمن سواه. ادعي له كده، ان ربنا يغنيه ويغنيكم بحلاله عن حرامه، ويغنيه بفضله عمن سواه. يا رب اللهم امين، يهدي قلبه.